ثالث يوم قصف الأشرفية، السوري ركع والأشرفية ما ركعت، السوري ظهر والأشرفية بعد هون، قصفوا زحلة، دمروا قنيت، دمروا كل المناطق اللبنانية، هن خرجوا ب 26 نيسان ونحن بقينا هون. كل هيدي العملية كان بدها قرار، وهيدا القرار كنا اخدينه، وهيدا القرار يلي خلينا نستمر وخلينا نوقف. مشان هيك اهم شيء عنا اليوم اذا في تجربة تعلمنا منها، واذا في احداث تعلمناهن، هو انه اليوم ايماننا بالقضية، ايماننا بحالنا، بقدراتنا، بامكانياتنا، هو هيدا الايمان يلي بيخلي العالم تركع امامنا ونحن نضل واقفين وراسنا مرفوع. عم نعيش عملية احتلال جديدة من قبل فريق خارجي، من قبل فريق خارجي عم بيحاول عبر عناصره وعبر يونيفورم لبناني وعبر بدلة لبنانية يحاول يرجع يحط ايده على لبنان وعلى قراره الحر. هيدا الاحتلال يلي هو احتلال ايران للبنان، نحن بنرفضه وبدنا نرفضه مرة جديدة، وقرارنا هو انه نواجهه ونقاومه بكل الطرق يلي مطروحة امامنا، لانه هيدا الاحتلال ما بيقدر يغيرنا هويتنا، ما بيقدر يغيرنا اقتصادنا، ما بيقدر يحطنا بمحور معين وبتوجه معين، لانه هيدا الاحتلال هو احتلال لتغيير وجه لبنان. والمحطة الاساسية اللي مطروحة امامنا اليوم هي الانتخابات ب 15 ايار. ب 15 ايار عنا خيار واضح، وانتو بدكن تختاروا، انتو بدكن تقرروا اي لبنان بدكن، او لبنان الاستسلام او لبنان المواجهة. مطروح علينا اليوم عدة مرشحين وعدة مرشحات، مطلوب منكم تعرفوا تختاروا المرشحين المزبوطين، مش المرشحين يلي كان عندهم علاقات وكانوا شركاء للنظام السوري يلي طردناه من لبنان تيرجعوا يفوتوا لنا اياه اليوم بيونيفورم مختلف وببدلة مختلفة. نحن ما فينا نقبل اليوم يلي كان حاطط حاله بتصرف السوري ودخل على لبنان وكان عم بجرب يدخل على لبنان، ويمكن بمحل معين رفع صورة على نص دين ساحل سيسين، صورة لبشار الأسد، واحترقت وحرقناها وكبيناهن برا هن وأزلامهن. اليوم مش تيرجعوا يفوتولنا ياهن عبر انتخابات وعبر مصالح ضيقة، يرجعوا يفوتولنا ياهن على الأشرفية. الأشرفية بدها تقول كلمتها ب 15 أيار، الأشرفية حرة، الأشرفية وفية لشهدائها، الأشرفية بتوقف، الأشرفية هي هي وما ممكن تتغير. دار عم بيقولوا لنا روحوا انتخبوا العددية والكمية والأحجام، ما بحياتها معركتنا كانت معركة أحجام. الأشرفية فرجتنا إنه العين بتقاوم المخرز، كنتوا أنتوا قليل عم بتقاوموا السوريين بوقتها وظهر السوري، واليوم العملية منا بالأكثرية والعملية منا بالأحجام. اوعى حدا يفكر انه العملية بالأحجام. اختالوا بيير جميل كان لوحده عم بيواجه بالمجلس النيابي، اختالوه لانه كان هو قادر يغير معادلة، اختالوا جبران التويني لانه كان وحيد بألمه قادر يغير المعادلة، واختالوه الأشرفية. الأشرفية البداية، أشرفية كل حكاية عبر التاريخ وسنين، هن يخططوا، هن يجربوا، هن يراهنوا، راهنوا وجربوا وخططوا قد ما بدهم يخططوا. جوابنا كان وحيد وكلمة واحدة، وهيدي الكلمة بدها تبقى. جوابنا كان لكل مخططاتهم وتجاربهم كانت كلمة واحدة، كانت كلمة ونبقى وسنبقى بالأشرفية راسنا مرفوع. أشتم عشت الكتائب، عشت المقاومة اللبنانية، ليحيا لبنان.